Assalamu alaikum. Welcome to our channel. I hope you are all well and happy. Today we paid a visit to the pet shop. Let's get straight into it. They have a great variety of fish. Look at them all. Continue watching the video and you will see them. إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أم لك أنت له حيث سلاك لولاك يا كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك آه
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك They have pet toys and pet food. They have a lot of pet toys. والسابحات في الفلك على مجار المنسلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلام These are Syrian hamsters. يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا You can't really see them because they're probably hiding somewhere. We didn't really buy anything because we just came to look at the animals. سباح أو لبى يا مخطئا ما أغفلك عجل وباجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك Look, there's a white one over there as well. والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئ I hope you enjoy watching this vlog and until next time Allah Hafiz